أحياء البلد، أحياء مدارس سبت حد اتنين تلات أربع خميس. كل أحياء البلد، أحياء مدارس سبت حد اتنين تلات أربع خميس. ميت حلاوة مش تبع بالتلاميذ. كل أحياء البلد، أحياء مدارس سبت حد اتنين تلات أربع خميس. الفن بيقرب المسافات، بيلغي الحواجز، وده اللي أثبتته تجربة كورال الصعيد في المنيا. رحاب وسارة بقوا أصحاب، وأمهاتهم أصحاب رغم اختلاف العقيدة. انتوا اتعرفتوا على بعض في الكورال؟ اه. وبقالكوا تقريبا سنه؟ سنتين مع بعض. انعكست المساله دي، الصداقه بقت ازاي بقى؟ يعني انتوا اصحاب ممكن تخرجوا مع بعض تشتروا حاجه؟ اه دلوقتي احنا عامه من حتى الجامعه بننزلها مع بعض، دايما الامتحانات احنا مع بعض، في كل حاجه دلوقتي بقينا مع بعض. والاسرتين؟ هي اه طبعا، وهي تعرف مامتي بتيجي عندي البيت وانا نفس الكلام. ما حدش بيقول لا بلاش؟ لا طبعا. لا هو انا عامه اي حاجه طول ما انا مثلا مع الدكتور او هنا مع الكورال ماما مش بتبقى مطمنه عليا. يوم الكورال بمختلف عن كل الايام، التدريب دايما بيبقى الساعه 10، بيعدوا علينا، ممكن نيجي مثلا مع عربيه الدكتور وبكده انا بعدي على ساره وبعدين بنيجي. اول حاجه طبعا بنعمل تدريب صوت، وبعد كده الدكتور تبتدي بقى ايه تدربنا على كل حاجه احنا المفروض مثلا ناقصانا، زي ان احنا مثلا نتعلم المقامات، نتعلم ازاي نمشي مع الموسيقى وكده. ليه ورا ليه ولا توت النوم، شوق وغرام لا عتاب ولا لوم، داري انا داري حيرتي ومراري، وانت ولا داري حد عايز آلة معينة أو بيحب آلة معينة عايز يتعلمها كان بيتعلمها. يعني كان في كمانجا، كان في طبلة، كان في ناي، كان في عود، كان في أورج، أي آلة أنت حبيبها كنت بتتعلمها في أول ساعة من الكورال. وإحنا يعني كان أحيانا المتخصصين كان الدكتورة تقعد تخلينا يعني نعلم الناس كمان معاها المقامات والسلالم، وكل أغنية مثلا عليها مقام إيه، إحنا بنعرف ده كمان، الدكتورة بتدينا خبرة من ده كله.